قبل 3 شهور في منزل سيتشن ولدت ابنة. العائلة كانت تمر بظروف مادية صعبة جدا، وكانت تعيش في منطقة فقيرة. في الساعة 9:30 قامت الأم بإرضاع الطفلة ووضعها في المهد، بما أنهم كانوا في موسم الصيف وعادة الكهرباء تنطفئ عندهم. قامت الأم بفتح جميع الأبواب والنوافذ. بسبب الحر والدة الطفلة لم تستطع النوم، فظلت مستيقظة إلى الساعة 1 صباحا، ولكن في النهاية نامت بسبب التعب والإرهاق. في حوالي الساعة 3 صباحا سمعت جميع صوت سقوط الأواني واستيقظوا ورأوا إن القطة هي من أوقعتهم. نظروا نحو مهد الطفلة والصدمة إنها لم تكن موجودة هناك. طفلة عمرها 3 شهور فقط، من المستحيل أن تتحرك بنفسها، فأين ذهبت؟ شعرت العائلة بالرعب وبدأت في البحث عنها في كل مكان، حتى الجيران استيقظوا من النوم وبدأوا بالبحث مع العائلة. باب المنزل كان مفتوحا، ومن المحتمل أن يدخل أي شخص إلى المنزل ويأخذ الطفلة. ذهب والد الطفلة إلى منطقة أبعد وبدأ بالبحث هناك، ولكن حتى هناك لم يرى أحد أي شخص يحمل طفلة بين ذراعيه. مرحبا، أنا كيت، وقصة اليوم عن قضية المتحول القاتل. انهيار، اتجهت العائلة فورا إلى مركز الشرطة. هناك تم سؤالهم عن روتين يومهم ومن جاء لمقابلتهم في ذلك اليوم. قال أفراد الأسرة إن في مساء ذلك اليوم حدثت مشاجرة، فقبل 7 ساعات من اختفاء الطفلة في 8 جولاي 2021 في الساعة 8 مساء، انتشر خبر إن سيتشن رزق بالطفلة. بمجرد سماع هذا الخبر، كنيا الملقب بكنو كان متحولا جنسيا، ذهب مع صديقه إلى منزل سيتشن ليقدم بركاته. طلب كنيا مقابل مباركته جوز الهند وساري. في ذلك الوقت كان هناك حظر تجول بسبب كوفيد-19، تعطلت جميع الأعمال وأصبحت الحالة المادية صعبة جدا. لهذا السبب كانت الظروف المادية لعائلة سيتشن لم تكن جيدة، فقامت بإعطائه 200 روبية ما يعادل دولارين تقريبا، ولكن كنيا أصر على استلام مال جوز الهند والساري كاملا. شرحت له العائلة بأن وضعهم المادي ليس جيدا، وعندما يتحسن سوف يقومون بإعطائه كل ما يريد، ولكن كنيا كان غاضبا جدا وقام بتهديدهم وهو يخرج، قائلا بأن في الأيام القادمة سوف يفعل شيئا ما سيجعل اسمه مشهورا بين الناس. بمجرد سماع هذه القصة، قامت الشرطة أولا بالبحث في كاميرات المراقبة، وقاموا بالتعرف على وجه كنيا، أخذوا صورته وقاموا بالبحث عنه في كل مكان. ذهبت الشرطة إلى منزله ولكنهم لم يجدوه هناك. أخبر أحد الأشخاص كنيا بأن الشرطة تبحث عنه في قضية ما، فقال لهم بكل جراءة: هل تعتقدون بأنني خايف منهم؟ وذهب بنفسه إلى مركز الشرطة. في الوقت الذي وصل فيه كنيا إلى مركز الشرطة، كانت الشرطة قد عثرت على جثة طفلة في الصرف الصحي بالقرب من شاطئ البحر. عندما تم التعرف على الجثة، تبين بأنها ابنة سيتشن المفقودة. كشفت نتائج التشريح بأنه تم الاعتداء عليها، وبما أنهم عثروا على الجثة، بدأت الشرطة باستجواب كنيا، ولم يكن لديه الفرصة لتلفيق قصص وهمية للتهرب، فبدأ بإخبارهم عما حصل. أخبرهم لعدم حصوله على المال، قرر الانتقام في لحظة غضب. في الساعة 3 صباحا عندما كان الجميع نائما، دخل إلى منزل سيتشن مع صديقه سونو واختطف الطفلة، ثم قام بالاعتداء عليها. بعد ذلك قام برميها في الصرف الصحي حيث توفت الطفلة غرقا.
دعوني أوضح لكم الأمر أكثر عن كنية، فقد كان رجلاً متحولاً جنسياً. لقد كان رجلاً يرتدي ملابس النساء ويتصرف مثلهم. المصطلح العلمي للمتحول جنسياً هو الشخص الذي تختلف هويته الجنسية عن تلك المرتبطة عادة بالجنس الذي تم تحديده له عند الولادة. اعترف كنية بأنه فعل هذا حتى يخاف الناس من المتحولين، لذا عندما يتم استدعائهم لمناسبة سعيدة لتقديم المباركات فيجب في المقابل أن يقدموا لهم ما يطلبونه مباشرة. في 26 فبراير 2024 تم اعتبار هذه القضية من القضايا النادرة، وتم الحكم على كنية البالغ من العمر 24 سنة بالإعدام. كانت هذه القضية الحالة الأولى في تاريخ الهند الذي يتلقى فيه متحول جنسياً على عقوبة الإعدام. وقالت المحكمة ليس هناك سبب لإظهار التساهل والرحمة للجاني. في الديانة الهندوسية تعتبر بركات المتحولين ذات أهمية كبيرة، حيث كانت أمنية أرفان الأخيرة هي الزواج قبل أن يموت. وبما أنه لا توجد امرأة عادية تقبل أن تصبح أرملة في اليوم التالي، فقد اتخذ الإله الهندوسي كريشنا شكل امرأة وحقق رغبته. يعتبر المتحولين في الهند أن أرفان هو إلههم، لأنه تزوج من كريشنا وهو يعلم بأنه ذكر على هيئة أنثى. لذلك تم تسمية أرفان بإله المتحولين، ويقوم الكثير من الناس بعبادته وخاصة المتحولين. علماً بأن هذه العادة منتشرة في بعض الثقافات في الشرق الأوسط أيضاً، حيث يتم استدعاء المتحولين في المناسبات السعيدة مثل الولادة وحفلات الزفاف، وفي المقابل يحصلون على الكثير من الهدايا والأموال، حيث يعتبر أن رقص وبركات المتحولين ستمنح الطفل أو الزوجين الخصوبة والسعادة وطولة العمر في المستقبل. إذا كان كنية متحولاً حقيقياً فمن المستحيل أن يعتدي على الطفلة، ولكن من الواضح جداً أنه قام بتغيير هيئته لاستخدام هذا الأمر لمصالحه الشخصية. كنية موجود في السجن من تاريخ 9 جولاي 2021 إلى يومنا هذا. إذا أعجبكم المحتوى الذي أقدمه فرجاء لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ونشر رابط المقطع بين الأهل والأصدقاء، وذلك لنشر الوعي والمعرفة، لأنني كما قلت سابقا بأننا نعيش في عالم مليء بالوحوش، حيث الثقة أصبحت معدومة حتى من أقرب الناس إلينا. كونوا حذرين وسنلتقي في مقطع آخر.